بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 87. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياه الله وبيه. حياكم الله وبارك فيكم. أول أسئلة هذا اللقاء من المرسلة عين فاء من حائل، تقول: امرأة تحب زوجها حبا شديدا حتى إنها لا تستطيع فراقه ولو مدة قصيرة، ولكن في بعض المرات تخطئ عليه ثم تندم بعد ذلك، وتقول: ماذا أفعل كي أبغضه قليلا ليكون حبي له بقدر لعله يصلح الحال على ذلك، أفتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل المودة بين الزوجين لاستمرار العشرة وبقاء الزوجية وما يترتب عليها من المصالح. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلولا وجود هذه المودة وهذه الرحمة بين الزوجين لما اجتمع، لأن كل منهما غريب عن الآخر. ولكن من آيات الله سبحانه وتعالى هذا العطف الذي جعله بينهما وميل بعضهما إلى بعض، ولكن الشيء إذا تجاوز حده ينقلب إلى ضد. شدة الحب كما ذكرت السائلة إلى حد يخرج عن المألوف، هذا قد يترتب عليه مفاسد وأضرار، وقد يكون هذا من تأثير شيء غير طيب كعمل الصرف والعطف الذي يعمله السحرة. فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يعالج نفسه بالذكر والرقية، قراءة القرآن، لعل الله أن يذهب عنه هذه الآفة. وأما أنها تعمل أعمالاً تبغض زوجها إليها كما تقول في سؤالها، فهذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تعمل أعمالاً تبغض زوجها إليها، لأن هذا يتنافى مع العشرة الزوجية. ولكن عليها بأداء الحقوق التي عليها لزوجها وعدم معصيته، إذا كان ذلك بالمعروف في حدود المشروع فإنها تطيعه ولا تعمل شيئا يغضبه عليها مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل عين ألف من الرياض يقول: هل مكانة المشايخ والمحاضرين في مكانة العلماء، وهل هم في الأجر سواء؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى فضل أهل العلم العاملين بعلمهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا اجتمع العلم والعمل في شخص فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وله قدره واحترامه لما له من النفع ولما يحمله من العلم والتقوى. والعلماء يتفاوتون في هذا، يتفاوتون في العلم ويتفاوتون أيضا في العمل، فكل منهم يجل ويحب بقدر ما آتاه الله من العلم النافع ومن العمل الصالح، سواء كانوا محاضرين أو مدرسين أو كانوا قضاة أو مفتين. العبرة ليست بالوظيفة، العبرة بالعلم النافع الذي يحمله العالم، والعمل أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة سهى سالم من البكيرية تقول في سؤالها الأول: أرجو التوضيح في حكم عمل المرأة خارج المنزل. الأصل أن عمل المرأة داخل المنزل، وذلك لما يتطلبه المنزل من أعمال لا يقوم بها إلا النساء، من تربية الأولاد وإعطاء إعداد الطعام وتهيئة أثاث المنزل، هذا من عمل النساء. كما أن عمل الرجال يكون خارج المنزل، الكد والكسب والأسفار، طلب الرزق
ولما في عمل المرأة في بيتها من صيانتها وحفظها والحفاظ عليها، لكن إذا احتاجت إلى الخروج لعمل يليق بها فلا بأس بذلك، في بضوابط أن يكون العمل في مجال النساء لا في مجال الرجال، وأن تخرج متحجبة وأن لا تتطيب عند الخروج ولا تلبس ثياب الزينة والحلي وغير ذلك من تبرج الذي يفتن الرجال بها. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج هو إظهار المحاسن من المرأة، لأن ذلك يترتب عليه مفاسد عظيمة، ولكن الأصل في عمل المرأة والعمل المفيد والمنتج هو العمل في البيت، وفي البيت من الشغل ما يأخذ وقته. ونحن نرى أن النساء اللاتي خرجن للعمل خارج البيت اضطررن إلى جلب خديمات أجنبيات يعملن في البيوت، مع ما في ذلك أي جلب الخادمات من الخطر والمحاذير، فكان لابد من عمل البيت، إما أن تقوم به ربة البيت وإما أن تستقدم أجنبية تقوم به. ولهذا يقول الشاعر، والشعر فيه حكمة، يقول: أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الأسواق، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. نعم، أحسن الله إليكم. لعل غير قليل من المسلمات فضيلة الشيخ تتمدح بأنها عاملة، كان تقول عن نفسها مدرسة أو ممرضة أو طبيبة أو غير ذلك، وفي المقابل هناك أيضا غير قليل من المسلمات تخجل أن تقول عن نفسها هي ربة بيت، وتحرج أن تكون بين نساء يعملن خارج المنزل وهي تعمل داخل المنزل وتحمل، أو بل تخجل من وصفها أيضا ربة بيت، فهل من بيان لذلك؟ هذا من الفخر، كون المرأة ربة بيت تقوم بعمل بيتها، هذا من الفخر لا من الخجل. الخجل في الخروج وترك أعمال البيت، هذا هو الخجل، أما قيامها بأعمال بيتها فهذا شرف ومفخرة وكمال للمجتمع. كانت الصحابيات أفضل نساء هذه الأمة، كنا يعملن في البيوت، حتى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تقوم بعمل البيت، كانت تحمل الماء، تحمل القربة على ظهرها حتى أثر فيها الحبل، وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فنساء الصحابة وهن أفضل نساء هذه الأمة كنا يعملن في البيوت ويقمن بعمل البيت، هذا مفخرة. نعم. هل له صلة بحديث أسماء بنت يزيد قول صلى الله عليه وسلم إن حزن تبع المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، أي ما فضلت به الرجال النساء؟ لا أعرف هذا الحديث، ولكن لا شك أن أيضا من عمل المرأة تبعلها لزوجها، بل هذا هو الأصل. حسن الله عليك. هذا هو الأصل في الزوجية، أن تظهر المرأة أمام زوجها بالمظهر اللائق الذي يحببها إليه ويسبب العلاقة الزوجية بينهما حتى تحصل المقاصد من الزواج وتحصل الذرية وحفظ الفروج وغض البصر. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سهى سالم صاحبة السؤال الأول تقول في سؤال آخر: ما طريقة صلاة الاستخارة ومتى تفعل؟ وما الدعاء الخاص بها؟ كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الإنسان إذا هم بالأمر ولم يتبين له وجه الصواب هل يقدم عليه أو لا يقدم عليه، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول بعدهما أي بعد السلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في معاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كنت تعلم، ويسميها يسمي شأنه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في معاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم. حسن الله إليكم. السائل عين ميم من المنطقة الجنوبية يقول: نذرت أن أصوم يومي الخميس والجمعة، فصمت الخميس ولم أصوم الجمعة لأنه منهي عن الصيام في ذلك اليوم، وسؤالي: هل أصوم يوم الجمعة أم يوما غيره؟ ثم هل علي كفارة إذا لم أصم يوم الجمعة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تصوم يوم الجمعة إذا نذرت صيامه، وليس في ذلك تحريم، وإنما يكره إفراد يوم الجمعة على قول لبعض أهل العلم. وأما صيامه مع غيره إذا صمت قبله الخميس أو بعده السبت فهنا انتفى المحذور، هذا في التطوع. وأما النذر فإن النذر يجب، قوله
صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالواجب عليك أن تصوم بدل يوم الجمعة، وأن تكفر كفارة يمين عن تأخير الصيام الذي نذرته في هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة لام ألف من القصيم تقول: يحصل بيني وبين زوجي خلاف، ويكون السبب منه في أغلب الأحيان، ثم أكون في ذلك اليوم كله عابسة الوجه ولا أريد الكلام معه، وربما تركت عملا من عمل البيت بسبب ضيقة في نفسي، فما حكم ذلك وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نوجهكم بتحمل ما يصدر من الزوج وعدم الغضب، فإن الغضب مذموم، ولا سيما بين الزوجين بعضهم مع بعض، ليتسامح كل منهما عما يصدر من الآخر لأجل المصلحة الزوجية، ولك في ذلك الأجر، من عفا وأصلح فأجره على الله. هذا إذا صح ما ذكرته السائلة من أنه يخطئ في حقها، فالأفضل لها والأحسن أن تصبر وأن تقوم بعملها الواجب عليها من حق زوجها ومن عمل بيتها وتربية أولادها، ولها في ذلك الأجر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عين باء من الرياض يقول: مات أبي وعليه دين، وأريد أن أقضي ذلك الدين عنه، ولكن ليس عندي مقدار المبلغ المستدان لأنه كبير، فهل يجوز لي أن أتدين؟ أم ماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. قضاءك الدين عن والدك أمر مستحسن، وهو من البر بوالدك، هو من البر بوالدك، ويكون ذلك على حسب استطاعتك، بأن تسدده على فترات وعلى أقساط حسب استطاعتك، ولا يلزمك أن تستدين من أجل ذلك، بل الأمر في هذا على اليسر والسهولة، ولله الحمد. الحمد لله. نعم. هل صحيح فضيلة الشيخ أن من مات وعليه دين يعجز عن سداده يعفى عنه؟ في الحديث أن من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة. هذا بحسب نية المستدين، إذا كان أخذ الدين بنية حسنة يقضي به حاجته وينوي ويعزم على تسديده، لكنه لم يتمكن ومات، فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، أو ييسر الله له من يقضي عنه ديونه، ييسر الله جل وعلا من يقضي عنه ديونه من أولاده أو أقاربه أو أحد من المسلمين بسبب نيته الصالحة. نعم. المرسل محمد علي له سؤالان، يقول في أولهما: هل يجوز المسح على الإمامة؟ وهل الحناء الذي يوضع على الرأس للزينة أو للتخفيف من الحرارة أو غير ذلك يجوز المسح عليه؟ أفتونا مأجورين. أما العمامة فيشرع المسح عليها بشروط، إذا كانت العمامة لرجل، أما النساء فلا تلبس العمائم، أن هذا من التشبه بالرجال، وأن تكون هذه العمامة ساترة لأغلب الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن تكون هذه العمامة مثبتة بذؤابة من الخلف، بذؤابة نازلة من الخلف، أو محنكة، لأن يدار منها دور تحت الحنك أو دوران تحت الحنك حتى تكون ثابتة ويشق نقضها ونزعها. بهذه الحالة يمسح عليها للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها مثل الخفين. الحمد لله. وأما الحنة وما يوضع على الرأس من المواد فهذا لا يمسح عليه، بل يمسح على الرأس، والحنة ونحوه لا يمنع من صحة المسح ونزول الماء إلى الشعر، من يخترق كثافة الحنة وجرم الحنة، يخترقه الماء ويصل إلى الشعر. نعم. إذا لو كان الحنة متلبدا على الرأس فالمسح تمسح عليه ويكفي هذا، وهذا لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته. نعم. في سؤال آخر يقول: هل يجوز القنوت في صلاة الفجر؟ ومتى يشرع جزاكم الله خيرا؟ القنوت في صلاة الفجر هو الدعاء الذي يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة، وهذا يجوز عند جماهير أهل العلم أو يستحب في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة من تسلط عدو أو حلول كارثة بالمسلمين وضائقة بالمسلمين، فإنهم يقنتون في صلاة الفجر بكشف ما أصابهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قنت في صلاة الفجر يدعو على قوم من المشركين آذوا المسلمين وضايقوهم في مكة، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين من المسلمين الذين كانوا مضطهدين من الكفار، فقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم ويدعو لقوم، هذا وقت الحاجة. أما في غير حالة النوازل فإنه لا
يشرع القنوت في صلاة الفجر، لأن هذا عمل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولم يثبت من سنته سنة خلفائه المداومة على القنوت في صلاة الفجر، وإنما ثبت هذا في حال النوازل فقط. نعم. تقدير النازلة أمره إلى من يا شيخ؟ هذا يعرف بالعرف، عرف المسلمين. النوازل واضحة: إذا حاصرهم عدو، أو إذا أصابهم وباء غير الطاعون، أو أصابهم كوارث في معاشهم وثمارهم، فإنهم يقنتون برفع ما أصابهم. نعم. المرسل سالم عبد الكريم من عرعر يقول: نرى بعض الناس من كبار السن والعوام عند الوضوء يتمضمضون ويستنشقون ويغسلون وجوههم أكثر من ثلاث، ولا يقومون بالترتيب ولا بالموالاة، وعندما نقول لهم إن هذا الفعل ليس صحيحا يقولون ليس فيه بأس، المقصود الطهارة، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا، وبماذا توجهونه؟ هذا غير صحيح، والوضوء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفته بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه توضأ صلى الله عليه وسلم مرتبا وبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، فيستنشق ثلاث مرات، فيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه ثلاث مرات إلى المرفقين، ويغسل رجليه ويمسح رأسه مرة واحدة، ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا شك أن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه مستحب، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فلو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق، أو استنشق قبل المضمضة، كل ذلك جائز، لكن الأفضل هو ما ذكرنا أولا، أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، هذا هو الأفضل. وأما الإخلال بالترتيب في بقية الأعضاء، كأن يغسل يديه قبل وجهه أو يغسل رجليه قبل مسح رأسه، فهذا يبطل الوضوء، لأن الترتيب واجب، فرض من فروض الوضوء، لأن الله ذكر هذه الأعضاء مرتبة، وما ذكره الله مرتبا فإنه يرتب في الفعل والأداء، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ مرتبا. وأما الزيادة على الثلاث فهي بدعة، لا تجوز الزيادة على ثلاث مرات، الواجب والفرض مرة واحدة، والثنتان فضيلة، المرة الواحدة فريضة، والمرتان فضيلة، وثلاث المرات أفضل، وما زاد عن الثلاث فهو بدعة، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول القائل كما ورد في السؤال: المقصود الطهارة، وعلى أي صفة توضأنا يكفي؟ نقول: لا، هذا كلام باطل، لا بد أن يكون الوضوء على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا مرسل من الطائف علي بل علي أحمد، له سؤالان. يقول في أولهما: سمعت في شريط عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة الإسراء والمعراج كلم الله عز وجل، وكان قريبا منه قرب الحاجبين من بعضهما، فهل هذا صحيح، وما الدليل؟ جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أما تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل فهو ثابت، لكنه من وراء حجاب، كما قال تعالى: وما كان كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله كلم رسوله ليلة المعراج لكنه من وراء حجاب سبحانه وتعالى. ونعم. قال: فهل هناك من دليل؟ يقول: هل كان قريبا من قرب الحاجبين؟ وأما القرب قرب الحاجبين فهذا لا أعرف له أصلا، هذا لا أعرف له أصلا، ولكنه صلى الله عليه وسلم عرج به فوق السماوات إلى أن وقف في موقف يسمع فيه صريف الأقلام، يسمع فيه صريف الأقلام. أي أقلام؟ أقلام القضاء والقدر. نعم. قال: وهل من دليل على ذلك؟ هذا الذي ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل المبطون شهيد والمرأة تموت في حالة الولادة، والغريق والذي يتوفى في حادث سيارة، أو يموت من مرض خطير كالسرطان وغيره من الأمراض الخبيثة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أما الذي يموت بحادث مفاجئ كالهدم والغرق والحريق
الإصابة بالطاعون أو موت المرأة في ولادتها فكل هؤلاء شهداء كما ثبتت بذلك الأدلة، يعني لهم أجر الشهيد، لهم أجر الشهداء. وأما ما عدا الموت بالحوادث المفاجئة فهذا لا يأخذ حكم الشهادة، الذي يموت بمرض خطير كمرض السرطان وغيره فهذا لم يرد أنه يكون له حكم الشهيد. نعم، فيما أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. المرسل سمير علي من تبوك يقول: كثير من الناس يكون دائما على لسانه ومن كلامه غيبة ونميمة، وربما يكذب ويبهت، وإذا وجهناهم لترك ذلك يقولون إنكم تمنعوننا من الكلام، أو يقولون فيما تريدوننا أن نتكلم، فبماذا تنصحونهم وكيف نواجه مثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ ننصحهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب حفظ اللسان إلا فيما يعني ويفيد، وأما الكلام المحرم والسب والشتم والغيبة والنميمة وشهادة الزور فكل هذا كلام محرم، ومحصن على الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاللسان خطير، فيجب على الإنسان أن يحفظه إلا فيما فيه مصلحة من الكلام، وأما ما فيه مضرة فإنه يحفظ لسانه. وحتى الكلام الذي لا فائدة منه ليس فيه ضرر وليس فيه فائدة، الإنسان لا يتعب لسانه ويضيع وقته في الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، شكرا لفضيلته وشكرا لحسن استماعكم، ونحن نتلقى أسئلتكم على العنوان الدائم للبرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. وفي الختام تقبلوا تحية من زميلنا في هندسة الصوت مشعل الدهيشي، والسلام عليكم.